تكونوا بألف خير. النهاردة هاخدكم في شارع الهرم، هو شارع في محافظة الجيزة، وهنبتدي شارع الهرم من محافظة الجيزة. محافظة الجيزة علينا تاني أكبر محافظة موجودة في مصر بعد القاهرة، هذه محافظة الجيزة علينا. وهاخدكم في الشارع وأقول لكم أهم معالم شارع الهرم، وأكيد يعني يعتبر شارع الهرم من أشهر الشوارع في مصر عادة. فياريت تستمتعوا معايا بالشارع. بعد كده هيبقى برضو على شمالنا وعلى يمنا مطاعم كتيرة جدا، لان طبعا دي طبعا اللي هو احنا كده بنقرب لشارع العريش. زي ما انتوا شايفين المطاعم عندنا هارتيز، KFC، ماكدونالدز، كلها طبعا على ناصية شارع العريش اللي هو الناصية اللي جاية دي. زي ما قلتلكوا هو أهم الشارع ما بين الهرم وفيصل. وطبعا الناحية التانية هنلاقي من ناحية طبعا المطاعم هنا، الناحية التانية هنلاقي سبيكترا وكوبدور وجميع المطاعم موجودة هنا، بيتزا هات، بيتزا كينج، اللي انت عايزه هتلاقيه هنا كمطاعم. ممكن ان انت طبعا يعني استمتعوا بيها انت واسرتك باذن الله.
بعد مستشفى الهرم على طول تلاقي نفسك داخل على محطة المريوطية. بعد محطة المريوطية على طول في طبعا سوبر ماركتس كتير زي سبينيس كارفور زي ما قلت لكم كل حاجة انت نفسك. ويا ريت تكونوا استمتعتوا معانا. طبعا بعد كده هيكون في لو كملنا قدام بعد المرضية هنلاقي على طول ايه اهرامات الجيزة. شارع الهرم من شوارع التجارية، هتلاقوا طبعا صيدليات في كل مكان، هتلاقوا محلات شوبينج موجودة في كل مكان، مغربي البصريات، بنزينات في كل حتة، مطاعم، محلات شوبينج، حلويات. على يمنا توينكي زي ما انتم شايفين، على يمنا توينكي هتلاقوا طبعا محلات كتيرة جدا شوبينج، وتقدروا ان انتوا طبعا تستمتعوا بيها. طبعا شارع الهرم اخره اهم معلم تاريخي في مصر، اللي هو زي ما احنا عارفين الاهرامات. طبعا الاهرامات موجودة في اخر شارع الهرم. وطبعا اي حد بيجي يزور مصر اهم حاجة او الحاجة المهمة اللي بيجي يزورها هي الاهرامات. الطلبية هي محطة مهمة جدا في شارع الهرم، وهي ادينا في الطلبية اهو، هي محطة مهمة جدا في شارع الهرم او من المحطات الاساسية في شارع الهرم زي ما انتم شايفين محطة الطلبية. مباشرة هيجينا أول مول موجود
في شارع الهرم اللي هو معروف جدا في شارع الهرم اسمه كايرو مول. كايرو مول هيقابلنا ان شاء الله. وقبل كايرو مول في كارفور. لحد معلوماتكم ان في 3 كارفور موجودين في شارع الهرم. في قدام شارع المحافظه في 1 كارفور. في عندنا بعد الشارع بعد الطلبيه بعد محطه الطلبيه موجود 1 كارفور هوريه لكم. وفي اخر شارع الهرم موجود كارفور تاني. احنا عندنا 3 كارفور، ميني كارفور مش كارفور كبير طبعا، عشان ازاي كارفور موجود في زهراء المعادي او كارفور الكبير اللي هو لا ده ميني كارفور. على شمالنا كايرو مول، وهو المول الوحيد الكبير او المول الموجود في شارع الهرم. طبعا في محلات على يمينه وعلى شماله، مول كبير جدا طبعا من حوالي 5-6 ادوار، في كل حاجه انتوا عايزينها ممكن تزوروه في اي وقت. شغال طبعا من الصبح لغايه اخر الليل على الساعه 12 واحده بيقفل. هو على شمالنا زي ما انتوا شايفين شارع الهرم مزدحم قوي في العربيات، لان هو بصراحة يعني يعتبر شارع فيصل وشارع الهرم في محافظة الجيزة عامة من المناطق اللي هي بتبقى زحمة قوي، يعني كمية السكان اللي فيها كبيرة جدا مقارنة بباقي المحافظة. على يمنا كارفور اللي انا قلت لكم عليه اللي بعد الطلبيه على طول، وبعد كايرو مول هي بينا كارفور على يمنا اهو جنب البنك الفيصل الاسلامي المصري.